يقول الشاعر: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. لذا مشاهدين الأعزاء، ابتسموا للوجود وللحياة وارفعوا سقف التفاؤل والأماني. مساءكم سعيد مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من وسط الزحام، والتي سنتناول بها كعادتنا فقرات شيقة جديدة وممتعة. لنتابع. كرم الله الإنسان بالعقل، لكن مشاكل الحياة وصعوباتها تخلي الإنسان بعض الأحيان يتصرف تصرفات خارجة عن المألوف. مثلنا لهذا الأسبوع يقول: جناني خارجك ولا عقل يحنبك. تعالوا نشوف مع بعض. أنا إنسان سليم، دخل السلامة في الموضوع. خذ من الجنان حكمة، خذ من الجنان حكمة، جناني خارجك ولا عقل يحنبك. أنا ما نشتري بالمهنة. يعني الواحد لما يجنن أحسن ما يباع عقل، العقل هذا ليه ما بيخارج. واحد يتمجنن 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 أحسن ما يعقل. يعني مشي روحه واحد، جناني خارجك ولا عقل يحنبك، يعني جنا يمشي روحه، يعني بدل ما يكون جيعة ضابح من الدنيا هذه. كنت جناني خارجك ولا عقل يحنبك. مثل شعبي يقول: جناني خارجك ولا عقل يحنبك. ايش معنى؟ والله سبب الانطوائيات الكهربائية المتواصلة تخلي الواحد يدخل في عالم وساوس، وإذا كان الكهرباء متواجدة بشكل مستمر، الشخص يتجه نحو الثقافة، نحو الانترنت، يدخلوا في عالم الفيسبوك وهذا الشيء، فالواحد يرجع في الكهرباء هذا لما تكون طاقة خلاص يدخل يقرح فيوز عليه يستمر. يعني جناني خارجك ولا عقل يحنبك، يعني واحد يجنن هذا اليوم ولا انه يجلس بعقله، يعني مجنون احلى ما يكون بعقله هذا اليوم. هذا الايام اخرج من العقل، العقل يحنبك. ليش؟ حلبة وحريق دم وكل من كل حاجة. معنى الافضل انك تمشي بالغلط وعيمشوك، اما بالعقل عاد احنبهم. ومن واقع اوراق معك او شيء في العقل، يعني اذا قلنا الناس تسكر في الاوراق ما تسكر، فالعقل هنا يحنب زيادة يعني. مثل شعبي يقول: جناني خارجك ولا عقل يحنبك. ايش معنى؟ هو هذا الايام يعني لانه كل شيء مش واضح في حياتنا هذا الايام. مثل يهودي: من قوى سبيله عاش، ومن جنن قضى حاجته. هذا يعني السؤال: جناني خارجك ولا عقل يحنبك، هذا كانت يعني مشكله في قديم الزمان، يعني يحنبها واحد عاقل، يعني كفل على واحد في حاجة كبيرة، يعني مبالغ وما أدري ما هي. فجاء الذي صاحب الحق يطالب من الكفيل، الكفيل هذا رجع دعا الجنان وقال: جناني خارجك ولا عقل يحنبك. مثل شعبي يقول: جناني خارجك ولا عقل يحنبك. إيش معنى؟ معناه انزلوه مجنون مع الباقي، قالوا يعني انه خارجك، عند ما قالوا مجنون خارجك تمشي، كل واحد يحترمك، كل واحد يدير لك. مثل شعبي يقول: جناني خارجك ولا عقل يحنبك. ايش معنى؟ طبعا في هناك يعني انا طبعا يعني قد فعاليه هنا قدامكم في قبل 10 ايام او 20 يوم، فعاليه هنا انا ومحمد قعود، وكتبوا ان جناني خارجك ولا وزير يحنبك، لكن وزير الثقافه يعني، لكن هذول من البصيين والخداعين. انا ما اقول الا هذا الكلام اللي يقول جناني خارجك ولا عقل يحنبك، في ناس في بينهم امراض، وفي ناس يعني لما يشوف الواحد لازم الله سبحانه وتعالى ينظر الى القلب، ما ينظرش الى الشكل ويظن، لانه ان بعض الظن اثم. هذه الخضرة التي تفترش الأرض تبعد لمسافة نصف ساعة فقط عن العاصمة صنعاء. هذا المكان لا يعرفه الكثير من الناس، إنه وادي لؤلؤات همدان، سنتعرف عليه في هذا التقرير. لنتابع. من خيرات بلادنا تنسج الطبيعة بخيوط الشمس ودياناً وأشجارا ونباتات عدة، وتستفيق القرى على أصوات العصافير وخرير مياه الينابيع. في هذا الوادي الرائع، حيث يجري الأطفال بمرح في الوادي
ويستقبلون يومهم الجديد ببهجة وتفاؤل. تسكن هنا روح العمل بإخلاص وإنجاز. وادي لؤلؤة همدان بالفعل هو لؤلؤة همدان. همدان تلك المنطقة المليئة بالخيرات يتوجها وادي لؤلؤة بروعة طبيعته وخصوبة أرضه. ابتسامات ساكن الوادي تعطيك دفعة للعيش بأمل وسلام في عالم مزدحم مليء بانشغالات الحياة، وحين ترى بساطة العيش في الوادي سيأخذك الخيال إلى أحد الحقول الواسعة، تلك التي كنا نشاهدها في أفلام ومسلسلات الكرتون. بين حقول الزرع والنباتات تجد في وادي لؤلؤ الثمار من الخضروات كالملفوف وحبات البطاط والبصل، وفي أعالي الوادي ستمتع ناظريك برائحة ثمار الفواكه المستوية كالخوخ والمشمش والعديد العديد من الخضروات والفواكه التي تنتجها أرض وادي لؤلؤة الغنية بالسماد والبذور. نزرع هذا احنا البطاطس والطماط، ونزرع الكوبش، ونزرع الكوسة، ونزرع الخوخ، ونزرع المشمش البرقوق. تأخذوهم تبيعوهم للمدينة يعني؟ إيه بنزرعها ونوتي هذا ذهباء ونجبر جبر. يبعد وادي لؤلؤة همدان عن العاصمة حوالي 20 كيلومتر أو أقل، ويمتاز بروعة أجوائه وغزارة أمطاره. تتم الزراعة في الوادي بالأدوات الزراعية البسيطة كالفأس والمحراث، وينشد المزارعين أناشيد السعادة ليتسلوا وهم يحرثون تلك الأرض الطيبة. وتسقى الزرع ينابيع الوادي ومياه العيون الموجودة. وعلى أطراف الوادي ستشاهد التاريخ والعراقة في الحصن الموجود في أعلى الجبل، وعلى أسفل منه تجد منازل أهل الوادي، منازل مبنية من الطين والحجر القديم تجسد الطابع القديم والبسيط للحياة الريفية، ممزوجة بالجمال وبنقاء الجو وبتوفر الهواء النظيف والمريح. إيش اسم الحصن اللي موجود هناك؟ هذا حصن لؤلؤة همدان. مين كان ساكن فيه؟ كان أجدادنا وأجدادنا من زمان يعني ساكنين فيه. ليش؟ لأنه هذا كان يقع هجمات في أيام الأتراك، يعني كان يفرحوا أجدادنا وأجدادنا يسكنوا المناطق العالية. من منا لا يحلم بيوم استجمام في أحضان الطبيعة بعيداً عن زحمة الحياة وهموم التطور العمراني والتكنولوجي؟ فقط في اليمن ستأخذك أوراق الطبيعة إلى حيث تريد. في هذا المكان الذي تحيط به الجبال المرتفعة من كل جانب، تأخذ نفساً عميقاً لتستنشق الهواء الطلق الذي تبعثه لنا هذه الطبيعة الخلابة. في هذا المكان يمتزج لون الجبل الترابي مع التراث اليمني الأصيل ووجباته الشعبية التي يقدمها لنا مطعم التنور، والذي سنتعرف عليه في هذا التقرير لنتابع. برؤية مختلفة واهتمام عالي ورغبة في مزج الحضارة بالماضي وبأسلوب يرقى إلى مستويات عالية ونظام فريد، أقيم مطعم التنور في العاصمة صنعاء بتصميم راقي ومذاق متميز. وفكرة مطعم التنور أساساً هي أتت من وجود القدرة على وجود جهة تحمل صفتين للعائلة اليمنية وللشركات اليمنية، وهي وجود أكل طيب يظهر إلى المستهلك بطريقة جديدة نظيفة حديثة، وتحمل أيضاً مقومات وصفات الأكل اليمني المميز، وفي نفس الوقت حافظنا على أنه يلتزم مطعم التنور بستايل معين أو بكيفية معينة في ديزاين المطعم، حيث أنه الطعم الجيد للأكل يكتمل بوجود الأتمسفير المناسب، الجو المناسب، مثل المياه، النوافير، الأشجار، يعني تصبح نوع من المتعة وجود الطعام مع المتعة في المكان هذا. حين تدخل أرجاء المطعم يشدك التنوع في صالات الطعام، فهناك صالات بأسماء مختلفة يمنية
وبها ديكورات تميز كل صالة عن الأخرى. فالجلسة الشعبية موجودة في مطعم التنور على شكل طاولات قصيرة وواسعة، يمكنك أن تتناول أنت وعائلتك عليها بينما تشعرون أنكم في المنزل. وهناك الصالات التي بها طاولات على التصميم الحديث، ولكنها تتميز بمقاعد ذات تصميم جميل جلدية النوع لراحة الزبائن. اسم حضرموت، اسم تهامة، اسم سبأ، عند سماع هذه الأسماء يعيدنا إلى شعور بفعلا حاجة تسمى باليمن وطيبات البيت اليمني. فاختلاط هذه الأسماء مع مطعم التنور الاسم يجذب شيء من الكامبينيشن، المزيج الرائع اللي يكون تجربة فريدة للشخص بأنه يذهب إلى هذه الجهة. مطعم التنور، صالة حضرموت، تهامة، هنا. سمي المطعم بالتنور والذي يعني الفرن الحجري اليمني القديم، وذلك إيحاء على أن المطعم يقدم المأكولات اليمنية والشعبية. الأكلات والطبخات اليمنية الموجودة في قائمة المطعم هي المأكولات اليمنية جميعها، ابتداء من المقبلات مرورا بالأطباق الرئيسية وانتهاء بالحلويات، كلها تقدم في أواني فخارية يمنية ولها مذاق لا ينسى. الخبز اليمني والذي يسمى الرشوش يخبزه أمهر الخبازين وبخفة ونظافة. أما عن طريقة طباخة اللحم اليمني فهناك الحنين الذي يقدم مع الأرز، وهناك اللحم المطبوخ في مواقد تحت الأرض ويسمى لحم الموفة، ويقدم كذلك اللحم على الطريقة المشوية والطريقة التقليدية وهي السلق. ناهيك عن المقبلات المقدمة بطريقة فنية ذواقة. أما عن فتة العسل والقشطة، الفتة اليمنية المشهورة التي يحبها اليمنيين وتقدم ضمن الحلويات، فستجدها في مطعم التنور في أبها حلة. أساليب التقديم وسرعة الخدمة مع توفر الطلب هو ما يميز مطعم التنور، كما أن الطموح الجميل المتواجد عند المالكين والقائمين على إدارته هو ما صنع له اسماً جميلاً في أذهان الزبائن. من خلال الذكر جميع المطاعم اللي المطابخ الموجودة في مطعم التنور، أعتقد بأن الرائد لمطعم التنور أو أي زائر لمطعم التنور ممكن يخوض تجربة الأكل اليمني في زيارة واحدة، يعني سقف واحد متكامل بكيفية جيدة بتقديم رائع، يستطيع من خلاله الزائر أن يخوض جميع التجارب في مع الأكل اليمني بأحلى طريقة تقدم فيها. لا تزال الاستثمارات والخدمات في اليمن تعاني من قلة توفرها، وقليل جداً حين ترى مطعم كمطعم التنور يحرص على إرضاء الزبائن ويحافظ على معايير الجودة، وهذا هو ما تحتاجه بلادنا للنهوض سياحياً وداخلياً. فالاهتمام بالجودة والطموح للوصول إلى معايير عالمية هو سر نجاح كل عمل تجاري وعامل قوي للنهوض بالبلاد اقتصادياً. مثل كل يوم خرجت أنا وطاقم البرنامج عشان نصور الفقرات، لكن اكتشفنا أن السيارة مصفرة ما فيش فيها بترول، وجلسنا ندور في كل المحطات عشان نلاقي بترول، لكن كأننا ندور على الماء في الصحراء ما فيش ولا محطة فيها بترول، وأخيرا لقينا محطة الحكومة اللي موجود فيها بترول. هل أصبح أنه واحد يدور مادة البترول صعب للدرجة هذه؟ يعني هو بترول موجود في كل العالم وإحنا نصدره وأصبح صعب للدرجة هذه؟ ايش رايك في مادة البترول؟ استطلاعنا لهذا اليوم. ايش رايك في مادة البترول؟ صراحة انا نتلذذ لما يكون في ازمة بترول. ليش؟ لانه اذا ما في اذا توفر ما نحس بقيمته، ما نحس بالحق الا لما تنعدم. مادة البترول فين هي مادة البترول؟ لا شايفين بترول ولا غاز ولا ديزل ولا كهرباء كمان. يعني حياتنا صارت 24 ساعة، نصها طوابير على البترول. أنا الحمد لله ما أسوقش، لكن مع زميلي ونص ساعة أو نص اليوم ندور على الغاز والديزل. والله مادة البترول مهمة جدا في الحياة، والناس كلهم يأكلوا ويشربوا من ظهر البترول، وأحلى رزق أصحاب المحطة.
احلى رزق عندهم ولا لا؟ وعلى الله وان شاء الله تسبر البلاد. والله مادة البترول ساعة تنقطع وساعة تتواجد وساعة تنقطع، ما فيش دولة منضبطة. والله مادة البترول حاليا شبه نادرة، يعني اعتقد ان هي تساوي العسل، يعني لو اشترى واحد دبة عسل ممكن زي البترول كذا. ايش رايك بمادة البترول؟ مادة البترول صارت صعبة علينا، احنا المواطنين نشتكي من مادة البترول، ومادة البترول متوفرة واحنا دولة مصدرة، لكن ايش نفعل؟ هذه الحكومة حقنا. ايش رايك؟ شوف الزحمة، لا بترول لا ديزل لا شيء. شعورك؟ ايش شعور المواطنين هذول كلهم؟ البترول تمام بس زحمة، ما فيش يوميا ما فيش. مادة البترول والله يعني مفيدة للبترول، تنمية البلد يعني حاجة مهمة للبلاد، ضروري يعني واحد يهتم بها ويقدرها. ايش رايك بمادة البترول؟ والله انا حسب رايي انه المحطات كلها مليانة، بس يفتحوها يحين ما يشتوا يغلوا يحين ما يشتوا، ازمة مفتعلة. والله يفتحوا يوم يومين يغلوا يومين ثلاث ايام حسب مزاجهم. طب دام انها ازمة مفتعلة، ايش شعورك انت؟ والله احنا تعبانين صدق، متاثرين جدا، يعني كل يومين ثلاث ايام احنا في المحطة، خاصة المواضيع لا بترول لا ديزل ولا شيء. حتى الدبات ما رضى يعبوا دبات المواطن، ما بلا نعبي في السيارات ونروح نشفط لنا دبات. ايش رايك بمادة البترول؟ مقطوعة ما فيش، يعني غير ضرورية اصبح من الضروريات. ليش مقطوعة؟ احنا تسأل احنا ليش؟ شوف رأي المواطنين. احنا قد مشينا اكثر من 10 محطات، يعني لنا اكثر من ساعتين واحنا نمشي من محطة لا محطة، وصلنا المحطة الأولى يعني اطلقت، احنا وصلنا وخلصنا. قالوا خلصت يعني. الآن لنا ساعة مسربين هنا. ايش شعورك؟ شعور شعور اي مواطن ضابح. يا عم شكلك قدك ضابح. يا ضابح انا مرتاح، ان الشعب هذا يستاهل ما بيقع عليه. يستاهلوا. احنا قاعد على البترول ملان ويغلقوا يقولوا ما البترول. هو ملان. قالوا عاد بنستورده، ان عاد احنا نستاهل دبابه 2500 وعاد نزيد يغلقوا مع شو؟ انا عاد يسوقونا. انا عاد يسوقونا. والله يغلقون وخلاص. باقي ب 1500 جريمه 20 لتر، مش جريمه هذا. خذوا اغلى بترول في العالم وخذوا من حقنا. قالوا عاد بنستورده، نقول يلا. هذا قدوم من حقنا وعبا شو يرفعوا قالوا كل ما شو يفعلوا. مادة البترول مادة أساسية وضروري في الحياة، هذا كل إنسان بيحتاجها. شعورك وانت جالس منتظر كذا؟ والله شعور أي إنسان يعني محبط نفسيا، والوضع هكذا بهذا الشكل. إيش رأيك بمادة البترول؟ والله ساعة ذهب مش موجود. كم صار لك منتظر هنا؟ لنا من قبل العصر احنا منتظرين علشان 5 لتر بس. الله يخارج. ايش شعورك؟ والله اليأس من الدولة هذا، نسأل الله على العون. ايش رايك في مادة البترول؟ والله نحن في حالة يرثى عليها، نشتي يطورونا وغيرنا وصرنا في الثورة، وانه الثاني نخسر من الاول. طبعا هذا حصلناه اول، هو عاد جالس منتظر في راس الشارع. مبروك، الله يبارك فيكم. كذا وصلت باقين ان شاء الله. شعورك أول ما عبيت؟ والله هي الحمد لله حصلنا على البترول، خلاص دحين نسافر. العديد من الأقلام اليمنية التي برزت في العالم ووضعت بصماتها في أركان عالم الأدب والشعر والتأريخ. اليوم سنتعرف وإياكم على قلم وشخصية قدمت للوطن العربي واليمن بشكل عام نموذج للعلم، وقدمت للمرأة العربية واليمنية بشكل خاص نموذجاً للمرأة المكافحة الذكية الطموحة والمتعلمة، التي استطاعت وتستطيع أن تقدم الكثير والأكثر للوطن العربي متجاوزة كل الحواجز الجاهلة والرجعية. رمزية الإرياني أحد رموز الأدب والكتابة، ولدت في قرية إريان في محافظة إب، ذهبت إلى المدرسة الثانوية في تعز، ثم درست الفلسفة في جامعة القاهرة، وحصلت على درجة البكالوريوس في عام 1977. لديها أيضاً الماجستير في الأدب العربي. في عام 1979 أصبحت أول امرأة دبلوماسية تنضم إلى السلك الدبلوماسي اليمني، وفي الآونة الأخيرة تم انتخابها رئيسة للاتحاد النسائي اليمني، وهي عضو مجلس إدارة منظمة الأسرة العربية. بدأت رمزية النشر وهي لا تزال في سن المراهقة. تعتبر روايتها ضحية الجشع
التي نشرت في عام 1970 أول رواية من قبل امرأة يمنية، وأول أقصوصة كانت باسم لعله يعود، ونشرتها من دمشق في عام 1981. منذ ذلك الحين كتبت عدة مجلدات عن الخيال، وكذلك العديد من كتب الأطفال. كتبت أيضاً كتاباً عن النساء اليمنيات الرائدات بعنوان رائدات يمنيات، وذلك عام 1990. ظهرت أقصوصة رمزية بالترجمة الإنجليزية في الآونة الأخيرة ضمن مختارات من كاتبات عربيات. الأستاذة رمزية الإرياني خلفت وراءها الإلهام والأمل لكثير ممن حولها، وبقلمها تخلدت ذكراها وبقيت في قلوب الملايين من اليمنيين الذين عرفوها عن طريق أعمالها أو كتاباتها، فهي أحد رموز اليمن ومصدر فخر لليمنيين. الروائية بنت الإرياني رحلت، ولكن خلدت ذكراها للأبد، فكما قيل قديما من يكتب لا يموت. يسرقنا الوقت منكم دائما مشاهدين الأعزاء، ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. لدينا العديد من الفقرات الشيقة في الأسبوع المقبل، انتظرونا، فمن وسط الزحام حتما ستجدونا. إلى اللقاء.